السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك يا شيخ. وفيك بارك الله، تفضل. شيخي أنا بحكي معك من السويد، عندي 7 أطفال. الله يبارك. بعد قررنا إنه نوقف حمل، فحطينا مانع حمل، ف اكتشفنا انه زوجتي حامل هلا، واللي ببطنه عمره 65 يوم. الحمد لله. يعني حتين ننزله بعد ما تنزله الاطباء. ما تنزله، الله يبارك لكم فيه. ما تنزل الحمل. ما تنزل الحمل. الله يبارك لكم فيه ويجعله قرة عين لكما. لا تنزل الحمل، تكاثروا. بدل 27 25 الله يعينك. الله يسلمك يا شيخ، الله يبارك فيك. سيدنا ايوب عليه، سيدنا يعقوب عليه السلام كان عنده كم ولد؟ ما بعرف والله يا شيخ. سيدنا يعقوب ابو يوسف. ابو يوسف، اني رايت 11 كوكبا. 11 كوكب. ويوسف ثاني عشر، غير البنات اللواتي لم يذكرن. صح. توكل على الله. صح. الأوروبيون الآن والأمريكان في أزمة، ويعطون حوافز لمن يكثر من النسل، وبلاد المسلمين يشددون ولا يريدون النسل. يا إخوان، الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عيب على واحد مسؤول أن يخرج يقول الفقر بسبب كثرة النسل. ما أنت الرزاق ذو القوة المتين؟ الرزاق ذو القوة المتين هو الله، هو الله سبحانه، والبركة من الله سبحانه.